اهلا وسهلا بيك. كلمني عن مشكله الصحه بشكل عام في دائره السادات الانتخابيه، سواء على مستوى مدينه السادات او ما يحيطها من قرى. مدينه السادات او مركز ومدينه السادات يتبعه 10 قرى كبيره تكاد تكون مدن. هذه العشر قرى ليس بها غير مدينتين او قريتين فيهم وحدات صحيه. كفر داوود بها وحده صحيه ومغلقه، ما فيش فيها حتى ممرض. الخطاطبه فيها وحده صحيه، يعني ماشي اهي بسبرينا مش عارف ايه، اي حاجه كده والسلام. الرعايه الصحيه في قرى ومركز ومدينه السادات معدومه تماما تماما تماما. لو جينا بقى على المركز اللي فيه المستشفى المركزي، هذا المستشفى من الساعة 2 الظهر انسى انك تلاقي دكتور موجود. النبطشي ربما يكون بتاع رمض، بتاع امراض نساء، وهذه المدينة مدينة صناعية كبيرة وتطل على الطريق الصحراوي اسكندرية. مفيش تخصصات موجودة، مفيش مستشفى غير هذه المستشفى اللي بالكاد يعني ماشية الحال من 8 يعني ل 10 من 10 ل 8 الدور. هل البرلمان لعب دورا عن طريق الدكتور سامي المشد في حل هذه الأزمة أم لا؟ الدكتور سامي المشد أنا أعلم تماما أن هو متابع المستشفى وبيحاول يجد لهذه المشكلة حلول. المستشفى جهاز الأشعة المقطعية اللي موجود فيها اتحرق وما فيش حاجة بديلة. المناطق الصناعية اللي موجودة لو حصلت كارثة في أي مصنع مش هنلاقي حاجة نشوف المصاب ده فيه إيه. إلى الآن